مسلسلاتك وأعمالك اللي كلنا نحبها وننتظرها، وأكيد هو حاليا في وعكة صحية. جدا أسف عليك وأتمنى لك أنك تقوم بالسلامة يا أبو عبد الله، وأكيد عنده مسلسل حاليا راح يقوم في تصويره، ان شاء الله يا رب يقوم لنا بالسلامه، ونتمنى له الشفاء العاجل. واكيد مشاهدينا عندنا فقرات ثانيه. قبل الفقره الثانيه، قبل لا اروح حق الفقره الثانيه، ابي اقول حق كل اللي قاعدين يشوفونا عبر القناه